المكسب بيجيب مكسب، والبطولات كمان بتجيب بطولات. يعني بعد فترة بشوفها يمكن تكون بالنسبة لجماهير النادي الأهلي غريبة شوية، استعاد الأهلي مرة تانية إمكانياته العالية. يعني فكرة أنك أنت تخلص سيزن بثلاث بطولات، منهم بطولة مهمة جدا وغالية جدا هي التاسعة، بطولة دوري أبطال أفريقيا، ده دافع في حد ذاته وحافز كبير جدا بالنسبة للعيبة أنه مسيرة البطولات تستمر. وإحنا بنتكلم أن إحنا على أعتاب بداية مشوار في منتهى الصعوبة، ولكنه كمان في منتهى الأهمية، سواء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، أو من بعدها إن شاء الله نبتدي مشوار العشرة، وكمان هيكون عندنا مواجهة مهمة جدا، مواجهة سوبر أفريقيا. عشان كده بقول لحضراتكم دايما فكرة إنه الروح تبقى عالية، وإن اللعيب يلاقي نفسه الحافز، وإنه يطلع من بطولة يبقى عنده الرغبة في إنه يحقق البطولة اللي بعدها، ده يمكن حاجة اتعود عليها لعيبة الأهلي، ومنهم بالذات كمان الجيل الذهبي اللي عشنا معاه أول 10 سنين في الألفية الجديدة، والحقيقة ما حرمناش من بطولات. يعني معاه حققنا بطولات كتيرة جدا ولحظات فرحة كتيرة جدا، ومنهم واحد من نجوم النادي الأهلي بيشرفنا النهاردة، كابتن أحمد حسن دروجبا، اللي حقق مع النادي الأهلي رغم أنه يعني ما قضاش مع الأهلي فترة طويلة، لكن في الفترة دي أعتقد أنها كانت سنة أو فترة مميزة جدا، موسم مميز جدا، حقق فيه أكتر من بطولة مش بس مع الأهلي كمان مع المنتخب. كابتن أحمد حسن دروجبا أهلا وسهلا بيك، مشرفنا ومنورنا في السادسة. اهلا بيك يا كابتن احمد، ومبسوط ان انا مع حضرتك النهارده، وبالتوفيق لحضرتك دايما باذن الله. انا شفت صور كتير الحقيقه، يمكن ده اول لقاء يجمعني بيك بشكل مباشر، بس دلوقتي فهمت ليه فكره احمد حسن دروب. يعني يعني فطبعا في كتير من الملامح في الشكل. لا ده الاول كمان كان أكتر. كان اكتر من كده. مين اللي اطلق عليك اللقب ده؟ كان جمهور المحله. جمهور المحله. ومن ساعتها فضل خلاص بقى انت عارف جمهور المحله، يعني كمان نادي جماهيري وكده، فطبعا كان هو بدايه اللقب ده من غزل المحله. فعلا مبسوط المحله رجع دوري ممتاز ثاني السنه دي؟ اكيد طبعا. غزل المحله عنده كل الامكانيات ان هو يقدر يفضل موجود في الدوري. أيوة. عنده جمهور كبير، عنده ملعب كويس جدا، هو بس ينقصه شويه حاجات كده، واتمنى له طبعا التوفيق في الفتره الجايه. والله كل الانديه الجماهيريه وحشتنا. يعني اصل متعه الكوره في الجمهور. صح. والمدرجات، كل ما تحس انه الفريق وراه دعم جماهيري، كل ما تحس ان المنافسه حتى بصرف النظر عن الترتيب في الدوري. انا فاكر ماتشات اهلي والمحله، الاهلي لما كان بيروح يلعب هناك كان بالنسبه لجمهور الاهلي ماتش منتظر، يعني مباراه بنبقى عاملين حسابها ومستنيينها وعارفين انها ماتش ليه حسابات. احنا كمان كلاعيبه لما بتلعب سواء جمهورك او جمهور الفريق الخصم بتحس ان انت مستمتع، يعني في متعة. بتبقى بالظبط بتنزل بتبقى عايز تبقى مبدع في الملعب، عايز تأدي بشكل كويس. الجمهور طبعا هو كل حاجه. وللاسف شديد مش بس في مصر، العالم كله افتقدنا بسبب يعني ازمه الكورونا طبعاً. دي وجود الجماهير في الملعب وبالتالي اتاثرت. انا امبارح كان نفسي جدا، لو تابعت انت ماتش مصر وسلوفينيا، احساسي انه لو كانت الجماهير موجوده في المدرجات كان الماتش ده هنشوفه ماتش تاني خالص، والنتيجه كانت هتبقى في حته تانيه خالص. اكيد طبعا الجمهور رقم واحد زي ما بيقولوا. البدايه مع الاهلي كانت امتى كابتن احمد؟ كانت موسم 2008. مين اللي اختارك؟ مين اللي كلمك اول مره عرفت انك انت في كلام مع الاهلي، او الاهلي عايز بص كابتن احمد حسن؟ موضوعي انا كان يختلف شويه، لان انا اول موسم رحت المحله كنت تاني هداف الدوري، فما حدش كلمني خالص. فكان طبعا وكيل اعمالي كان الكابتن تامر النحاس، فجيت كلمته قلت له انا تاني هداف دوري وما حدش كلمني. قال لي بص النادي الاهلي ما بيختارش وخلاص، يعني مش من ماتش او اتنين او تلاته او موسم، النادي الاهلي بيتابعك. انت كان نفسك تروح الاهلي او كنت مستني منتظر ان يجي لك عرض من النادي الاهلي؟ اكيد، لان انا كنت في الفتره ديت انا رحت منتخب مصر، يعني انا انضميت مع كابتن حسن شحاته وشاركت في 12 مباراه دوليه مع المنتخب. فطبعا جيت تاني موسم، اول واحد كان كلمني كان هو كابتن تامر. الاول قال لي في لجنه تعاقدات في النادي الاهلي بتتابعك، كان فيها كابتن محمد يوسف والكابتن حسام البدري ومش فاكر مين تاني بالظبط. فطبعا جيت تاني سنه، وقبل الموسم ما يخلص بثلاث اربع ماتشات كان الكابتن حسام البدري كلمني قال لي انت مضيت في مكان ولا لسه؟ قلت له لا لسه ما فيش اي حاجه. فقال لي خلاص خلال ثلاث اربع ايام
كان عندهم ماتش الألمونيوم، كان لسه الألمونيوم في الدوري الممتاز، قال لي هنخلص المباراة وحد هيجي لك المحلة والموضوع هيخلص. قلت له خلاص ماشي. فعلا بعد 3 أيام لقيت النادي الأهلي بعت فاكس للإدارة، الإدارة كلمتني في غزل المحلة، كنت في المعسكر هناك لأن كان عندي ماتش في الدوري، فقال لي في دلوقتي النادي الأهلي وكده وإحنا مرحبين بالعرض، لو انت مش هتجدد معانا خلاص ما فيش مشكله، يعني انت عايز تجدد او عايز تمشي دي حاجه ترجع لك، لان انا كان فاضل لي موسم في المحل. ايوه. فطبعا قلت له خلاص ما فيش مشكله. تاني يوم كان الزمالك برضو بعت فاكس، فبرضو بعتوا لي تاني دلوقتي. هم بصراحه كانت يعني الناس في الاداره كانت ناس محترمه جدا، في المحل كان الباشمهندس علي العباسي وكان العميد رأفت الله يرحمه، كانوا سايبين لي حريه الاختيار، يعني ما بصوش للفلوس، مهم رغبتك انت بالظبط. هو قال لي في عقد في دلوقتي اهلي امبارح والنهارده الزمالك بعت الفاكس، فقلت له خلاص. هو طبعا خبر اتسرب من هنا تلاقي الزمالك على طول. هو كان بص، هو كان الفتره ديت اصلا كان كل الصحف بتكتب ان انا رايح الزمالك، مع ان ما فيش مسؤول من الزمالك كلمني، هو كان في وسيط مش اكتر. فطبعا الوسيط ده كان بيحرك السوشيال ميديا، بيحرك الناس شويه، فالناس كانت فاكرة ان انا رايح نادي الزمالك، لكن والله فعلا ما حدش خالص كلمني من نادي الزمالك، يعني هو كله مجرد كلام مش اكتر، وفاكسة. مع احترامي طبعا لنادي الزمالك. طيب خليني بس اقف مع النقلة، يعني انا عايز طبعا انت راجل هداف وقلت لي مفني السيزون تاني هداف في بطولة الدوري موسم 2007 و2008، يعني موسمين ورا بعض. تمام. بس برضو يعني اكتر ضغط جماهيري تعرضت له هو انك انت تجيب جوال او انه المحلة يبقى في مركز كويس، لكن لما تروح نادي مطالب فيه من يوم الاول انك انت تلعب على المكسب طول الوقت وانك انت تحقق كل بطولة بتدخلها، ده انت استقبلته ازاي؟ يعني اول ما لبست فانيله النادي الاهلي، سيبك من التعاقدات بقى والنجوميه والشهره، الحمل اللي انت حسيته على نفسك او الضغط اللي انت حسيته بمجرد ما بقيت لابس فانيله النادي الاهلي. بص انا بصراحه كنت متحمس جدا في انت رايح كمان في فتره ما هو بالظبط يعني كان جيل ذهبي للنادي الاهلي. جيل ذهبي طبعا. كنت متحمس جدا، وبدايتي اول ما انضميت للنادي الاهلي في اول تدريب كان معسكر في المانيا، فطبعا كان مستر مانويل جوزيه موجود، فهو كلمني قال لي بص انت كنت بتنافس على هداف دوري في غزل المحله، كان ليك اسم وليك رصيد، انت هنا في النادي الاهلي رصيدك صفر. فبصراحه في الوقت ده انا حسيت ان انا يعني المسؤوليه كبيره جدا، وهي فعلا صعبه جدا ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي، يعني خاصه انا رحت في وقت كان في فلافيو كان وعماد متعب ده فلافيو كمان كان كويس جدا، يمكن متعب كمان مشي شويه راح السعوديه. فكان الموضوع بيني وبين فلافيو، وفي كان اسامه حسني واحمد بلال، كان في هاني العجيزي، كان برضه حسين ياسر المحمدي، وخاصه ان كان مستر مانويل كان بيلعب بمهاجم واحد. ايوه. فاحنا كنا كتير. كانت مشكله بالنسبه لك او يعني لا يعني انت جاي نجم في المحله برضو انك تلاقي انت كل الاسماء اللي قلتها اسماء يعني ليها وزنها اسماء كبيره وطبعا احنا بص بلال واسامه وهاني وفلافيو طبعا كان في عزه. احنا كنا بنموت بعض في التمرين على اللي يدخل ال 18 اللي يدخل المباراه، يعني شوف انت بتنافس ان انت تدخل، فدي بتبقى طبعا. سبت ايه مع الاهلي يا كابتن احمد؟ كسبت كل حاجه طبعا، يعني النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، وهو برضو يعني بفضل ربنا وهو سبب الشهره برضو يعني بعد غزل المحله، لكن النادي الاهلي هو اللي يعني اضاف كتير طبعا واضاف لي كتير جدا. فكره انك انت كل بطوله احنا بنتكلم يعني الاهلي الحمد لله السيزون الاخراني مخلص مفنش بثلاثيه، وعندنا ان شاء الله امل كبير جدا في ان احنا نحافظ على بطوله دوري ابطال افريقيا ونحافظ على الدوري وناخد كاس سوبر افريقيا. فكره انه اللعيبه تبقى في مطحنه بطولات، يعني انت الجيل ده انا كنت بتكلم عليه تحديدا الجيل والاسماء ومعاهم تريكا ومعاهم اسلام الشاطر وبركات وعماد النحاس وائل جمعه والحضري وحسام غالي وابراهيم سعيد يعني جيل كلهم الحقيقه عتاوله كوره. يعني فكره انك انت تبقى طول الوقت بتلعب على بطوله وتخلص من بطوله تطلع على بطوله تانية، ازاي بيبقى فيه الحافز؟ ازاي انتوا بينكم وبين بعض كلعيبه بتلاقوا الدافع لده؟
بص احنا يعني اي لاعب بيدخل النادي الاهلي بصرف النظر عن النادي اللي هو كان فيه قبل كده، سبحان الله يعني بصراحه بتحس ان انت من غير ما حد يتكلم معاك بتحس ان انت مطالب بمكسب، بتحس ان انت مطالب ببطوله، بتحس ان انت ما فيش اي بطوله بتدخلها غير لما بتنافس ان انت تكسبها. فدي ميزه كمان من سمات النادي الاهلي وسمات الانديه الكبيره، ان انت كلاعب عارف من غير ما حد يكلمك في اي حاجه انت رايح نادي كبير، نادي بينافس على بطولات. ملهاش علاقه مثلا بسيستم جوه اوضه اللبس، بحاله بيقدمها المدير الفني، بتعليمات او بقواعد بيحطها مدير الكوره؟ يعني الموضوع ده باي ديفولت كده بيحصل لوحده، اللعيب مجرد ما بيلبس التيشيرت وبيحس انه بقى في السكواد بتاعه الاهلي بيترجم عنده انه كل مباراه انا بدخلها لازم اكسب او لازم افوز بالبطوله. هو ده بيحصل، ان انت طبعا في مسؤولين بتكلمك، في مدير فني بيكلمك، في لجنه كوره، لكن انت كلاعب طبيعي انت عارف ان انت رايح نادي بطولات. فطبيعي استحاله يعني، انا معلش انا لعبت في الالومنيوم، لعبت في غزل المحله، المطالب مني ان انا اقعد في الدوري. لكن لما رحت الاهلي لا، انا عارف ان انا رايح مطالب مني بطولات، والحمد لله انا اخدت 3 بطولات مع النادي الاهلي. ايوه، وخدت ما اعتقد مع منتخب مصر برضو، خدت بطوله العرب، بطولة عربية. البطوله العربيه في 2007 مع الكابتن حسن شحاته. عظيم. طب ابتدي معاك من ماتش بكره، توقعاتك ايه لمواجهه الاهلي وبيراميدز بكره؟ مباراه في توقيت مهم بالنسبه للاهلي، الاهلي محافظ على صداره البطوله لغايه اللحظه. بعد الماتش ده هنروح نبتدي بقى مشوار كاس العالم ومشوار دوري ابطال افريقيا. شايف ماتش بيراميدز ازاي بكره؟ ماتش هيكون صعب طبعا، فرقة بيراميدز فريق محترم، بس يعني أنا مع احترامي هو السنة دي مش بنفس قوة الموسم اللي فات. معرفش بقى ده إيه أسبابه كده، لكن طبعا النادي الأهلي من الموسم اللي فات والموسم ده بيأدي بشكل كويس. زي ما بنقول والمدربين زي ما بتتكلم معانا دايما، المكسب بيجيب مكسب، البطولة بتجيب بطولة، فانا شايف ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يكسب بكره وبجداره كمان ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. ماتش صعب بالنسبه للنادي الاهلي؟ اكيد ماتش صعب، بيراميدز فيه لعيبه كتيره، لعيبه اهلي وزمالك. ايوه، وحتى اللعيبه اللي ما لعبتش لعيبه كويسه جدا وفي اداره محترمه، لكن النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي يعني. طيب انا هرجع ليك في تقييم سريع لمشوار الاهلي من بدايه السيزون لغايه المرحله اللي وصلنا لها قبل ما نبتدي الفتره الاصعب في مشوار الاهلي الموسم ده، بس خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد حسن دروب. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، وطبعا كل الترحيب بكابتن احمد حسن دروب ضيفنا النهارده في السادسه. اهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه. تسمح لي كده اقول القائمه بتاعت النادي الاهلي اللي هتدخل ماتش بكره ان شاء الله للجماهير الاهلاويه. بكره ان شاء الله كابتن محمد شناوي بيرجع مره ثانيه الحمد لله على السلامه، مع كابتن علي لطفي ومصطفى شوبير حراسه مرمى، معهم محمد هاني، احمد رمضان، بيكم، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، وفي خط النص عمرو السليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، ومحمود كهربا، وقدام هيكون صلاح وصلاح محسن ومحمد شريف، مروان محسن، وولتر بواليا. طيب نقولها مره تانية، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، معاهم محمد هاني، احمد رمضان بيكهام، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، سعد سمير، وعلي معلول، في النص عمرو السليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، وكهربا، وقدام في صلاح محسن وشريف ومروان وولتر بواليا. ايه رايك في وولتر بواليا؟ بما انه احد الصفقات يعني وبيلعب في مركز المهاجم الصريح. طبيعي اي لاعب بينضم لاي فرقه جديد طبيعي ان هو بياخد وقت. فاكيد طبعا هو لعيب كويس جدا، واكيد النادي خدت وقت. لا انا بتكلم صبرت عليك، بتكلم انت على شخصيا تجربتك لما ابتديت تلعب للنادي الاهلي كان عندك احساس انه الجماهير ضغط عليك؟ جماهير لا لا، انا كنت مطمن لان الناس عارفاني يعني. هو بعكس ان هو افريقي يعني، انا راجل لعبت في الدوري المصري والناس عارفاني يعني. من غزل المحله، فكان بالنسبه لي مفيش مشكله يعني. ايوه، ما حسيتش بالحته دي. لا لا لا، وحتى اللعيبه في ناس كتيره جدا بتبقى يعني بيبقى سوبر ستار في الفرقه اللي هو فيها، كان بيلعب في الدوري المصري او جاي من بره،
لما بيجي الاهلي بيحصل تهنيجه كده، بيبقى لغايه عارف فلافيو، احنا كنا لسه بنتكلم على فلافيو من شويه. فلافيو جه قعد سيزون كامل، لو سالت اصغر حد من جماهير نادي الاهلي ايه رايك في فلافيو يقول لك لا مش بتاعنا. فلافيو بعد كده بقى واحد من الفراوده اللي يعني ما تقدرش تستغنى عنه. فلافيو من افضل اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي. يعني دماغه كلها كوره، بيتحرك بشكل كويس جدا في الملعب. فلافيو هو مانويل جوزيه صبر عليه. يعني صبر عليه كتير جدا لان هو اللي جايبه. ايوه. فده بس في الاخر طلع قماش زي ما بيقولوا. طبعا يعني لا طلع لا لا. طلع حرير الحقيقه مش قماش. نفكر حضراتكم برضو بالسؤال حلقه النهارده، هل حان وقت رحيل محمد صلاح عن ليفربول ام من الافضل استمراره او بقائه في صفوف الريدز؟ مهم جدا نسمع راي حضراتكم لانه وصل صلاح لغايه اللحظه مش واضحه. وبالمناسبه برضو اسال كابتن احمد حسن رايك ايه في قصه صلاح؟ يعني اخبار كثيره بتقول انه هو عنده رغبه في الرحيل، انه مش مرتاح في ليفربول، الاداره بتقول في وقت من الاوقات احنا ما نستغناش عن نجم بحجم محمد صلاح، واوقات ثانيه تقول انه الاولويه في التعاقدات الجديده او تجديد التعاقدات لنجوم ثانيه في الفريق. رايك ايه في قصه صلاح؟ بص انا قابلت صلاح اخر مره من حوالي 3 سنين. كان في المقاولين، كنت انا لسه بشتغل مدرب في المقاولين، فهو كان جاي كنا مسافرين اليونان وكده، فكان جاي يشوف الناس وكده. فانا قلت له يا صلاح اوعى تمشي من ليفربول. قال لي ليه بتقول كده يعني؟ قلت له بص انت وصلت لحاجه صعب حد يوصل لها، الناس هناك خلاص بتحبك، حتى لو اخفقت في مباراه اخفقت في بطوله انت عملت رصيد في المكان. وليفربول مش فريق صغير. ايوه فريق كبير. فانا انا عن نفسي انا بشجع برشلونه واتمنى يروح برشلونه. لان في كلام ان هو ممكن ينتقل لبرشلونه، لكن انا من رايي ما يمشيش. ليفربول هو بيعاني دلوقتي لان عنده مشاكل في خط الدفاع بسبب غيابات، لكن ليفربول يعتبر من افضل فرق العالم حاليا. صحيح. مخاطره كمان ممكن تبقى مش محسوبه، مخاطره انك تبتدي مشوار يعني مهما مع كامل الاحترام هو 28 سنه هيكون اسم نادي كبير. يعني بالتاكيد صلاح النهارده لو قرر يعني ينهي مشواره مع ليفربول، النادي اللي هيروح له هيبقى اسم لا يقل عن ليفربول. بنتكلم على اسماء زي الريال، بنتكلم على اسماء زي برشلونه، بنتكلم على اسماء لازم يكون من العيار الثقيل. محمد صلاح دلوقتي اسطوره من اساطير ليفربول حقيقي، ما ينفعش يمشي. صحيح. انا من رايي ما يتركش فرقه بالظبط. طيب هرجع تاني للمشوار الاهلي، وقلت انه بعد ماتش بكره ان شاء الله كل التركيز هيروح لكاس عالم الانديه. ما لعبتش كاس عالم الانديه انت كابتن احمد؟ انا لعبت الموسم اللي انا جيت فيه كانت القايمه اتحطت في كاس العالم للانديه، كان في اليابان. يعني ايه كاس عالم الانديه بالنسبه للاعيب الكوره؟ بص انا بصراحه يعني انا كاس العالم للانديه يمكن بتبقى حاجه حلوه ليك انت كلاعب في السي في بتاعك او في تاريخك الكروي. يعني اي حد يتمنى يلعب كاس عالم انديه خاصه انت بتلعب افضل انديه في كل قاره. فطبعا شيء مشرف، يعني دي حاجه بتبقى كويسه جدا لاي لاعب يتمنى. شايف مشوار الاهلي فيها ازاي؟ وايه رايك في القرعه اللي وقعتنا في الدحيل القطري صاحب الارض والضيافه؟ على فكره الدحيل القطري فريق كويس جدا وفريق قوي جدا. انا اتفرجت عليه ومتابع الدحيل القطري يمكن هو كان بطل الدوري الموسم اللي فات. اللي فات السنه دي هو عنده شويه مشاكل شويه. طب ما تقول لنا ايه هي المشاكل دي من وجهه نظرك؟ قول لنا ابتدي كده معاك بنقاط القوه والضعف في فرقه الدحيل من وجهه نظرك، بما انك شكلك مذاكرها كويس. لا مش موضوع مذاكرها، انا كنت اتفرجت لهم على ماتش السد القطري من اللي اتغلبوا فيه 4 اتغلبوا فيه او كده، فحسيت ان هم مش بنفس قوه الموسم اللي فات. تمام. لكن هم كفريق لا فريق كويس جدا، وماتش مش سهل خلي بالك. يعني مش سهل ان انت تكسب الدحيل القطري، خاصة هم كمان عندهم لعيبة كتيرة من بره، يعني جايبين محترفين كتير. طبعا انا بتمنى النادي الاهلي يكسب ويصعد وياخد البطولة، لكن البطولة مش سهلة يعني غير كل موسم غير كل بطولة بتتعمل. السنة دي صعبة
ايه وجه الصعوبه من وجهه نظرك في ماتش الدحيل تحديدا؟ يعني ايه اللي انت تبقى انت بتشتغل تدريب دلوقتي يا كابتن احمد صح؟ ايه اللي انت تتمنى انك انت تستغله عشان تعدي عقبه الدحيل؟ تلعب على ايه بما انك شايف الفرقه وعارف الاسماء اللي موجوده فيها؟ انا شايف ان هم احنا عندنا خط هجوم قوي جدا، لكن عندنا خط دفاع برضو يعني الارقام بتقول انه لا سهل جدا اختراقه. عندنا ما يمكن مركز حراس المرمى عرفنا من مداخله امبارح ان هم جابوا جون جديد اعتقد اسمه صلاح زكريا، مفترض انه من الدوري القطري برضو، مفترض انه يعني لحد ما جول كويس، جول كيبر كويس، فيمكن ان هم دعموا المركز ده. لكن تلعب على ايه بما انك انت شايف فرقه الدحيل لو انت ماسك نادي اهلي؟ او انا عن نفسي رؤية. يعني بصراحه هأمن دفاعيا الاول وما استعجلش على انهاء الهجمات. هشتغل على التركيز طبعا على انهاء الهجمه، على التمركز الجيد لخط الدفاع، لان انت عندك اسلحه قوه. طب ما هم برضو فرقه كويسه وعندهم اكيد طبعا اسلحه أكيد. قوه. فانا شايف ان الماتش هيبقى صعب. مشوار الاهلي اللي قدمه من بعد الثلاثيه، يعني من بدايه الموسم ده، سواء احنا عملنا ماتش واحد في دوري الابطال او ماتشين، يعني جوله واحده من جولتين سوني دابل في دوري ابطال افريقيا، ولعبنا 8 ماتشات في الدوري المصري. شايف شخصيه البطل، شايف مستوى النادي الاهلي اللي يأهله انه يحافظ على البطولات اللي حققها السيزون اللي فات، مطمئن من وجهه نظرك ولا لسه محتاجين شغل؟ لا هو طبعا بص، النادي الاهلي في بطوله كاس العالم دايما بيأدي اداء مشرف ودايما بيظهر بصوره كويسه. طبعا بصرف النظر عن الجيل اللي كان الاجيال اللي فاتت، يعني جيل بركات وتريكا والناس ديت يمكن لعبت تقريبا 3 كاسات عالم او حاجه، فكانوا بيظهروا بشكل كويس. يمكن اخر بطوله تقريبا اللي هي كانت في 2008، يمكن النادي الاهلي الوحيد اللي ظهر كان تقريبا سادس، نهى سادس او حاجه. فالنادي الاهلي بيظهر بشكل كويس في البطوله ديت، وبتمنى طبعا ان اللعيبه تكون مركزه، ومعظم اللعيبه خلي بالك بتدور على بطولات. يعني معظم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا ما خدتش بطولات كتير، يعني ما شبعتش بطولات خالص. أيوة. فاكيد ده هيبقى حافز ليهم ان هم يظهروا بشكل كويس، خاصه ان في بايرن ميونخ كمان في المجموعه وهيتابعوا اللعيبه، فاكيد هيبقى دافع لكل لاعب يطلع كل حاجه كويسه. ما لعبتش انت بمناسبه بايرن ميونخ، ما لعبتش ماتشات مع الاهلي دايما بيلعب مع كبار اوروبا؟ لعبت روما هنا في اس روما، اس روما، ولعبت باير ليفركوزن في المانيا. يمكن دول كانوا اقوى مباراتين لعبتهم. تقول لي دايما المواجهات دي برضو بتبقى يعني بالنسبه للعيبه للذكرى وللتاريخ زي ما بيقولوا. طبعا كانت مباراه قويه جدا، وكان فيها نجوم كتيره جدا، توتي، وكان في لعيبه كتيره في الفتره ديت معروفه في روما. دي اللي كانت في القاهره صح؟ لعبنا روما مرتين. روما لعبنا كان مره في هنا القاهرة. في القاهره. باير ليفركوزن ده كان ماتش ودي بقى في معسكر النادي الاهلي، كان في المانيا. الفترة اللي جاية كلها ماتشات صعبة، يعني بداية من بكرة ماتش بيراميدز، بعد كده كأس عالم، بعد كده نبتدي دوري أبطال إفريقيا. هل شايف الأهلي محتاج دعم في أي مركز من المراكز من وجهة نظرك؟ هل شايف إنه في لعيبة محتاجة دعم من جمهور النادي الأهلي في المقام الأول؟ يعني بتهيألي أكتر دعم ممكن اللعيب ياخده من الجمهور قبل ما نكون بنتكلم على الجهاز الفني أو الإدارة النادي. دعم صفقات ولا دعم صفقات الأول وبعدين نتكلم على الدعم المعنوي. اكيد هو على فكره في خبر ان في لاعب منتخب مصر تقريبا من المنصوره فخط الدفاع تقريبا الفتره الجايه هيكون موجود في النادي الاهلي. انا بتمنى اشوف مدافع بقيمه وائل جمعه في النادي الاهلي. يعني ده اللي انا شايفه ينقص الاهلي. بدر بنون ايه رايك فيه؟ يعني الصفقه اللي اضيفت حديثا في الدفاع لسه برضه لسه ما اندمجش، لسه ما خدش فرص كتير. يعني سواء كلاعب لعيب ممتاز طبعا. صفقه كويسه. احنا خط الدفاع عندنا ما شاء الله ما يعني كامل العدد يا كابتن احمد، يعني عندنا بدر بنون، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. انا ايمن كابتن اشرف، كابتن محمود متولي ان شاء الله يرجع بالسلامه، رامي ربيعه يرجع لنا بالسلامه، سعد سمير موجود. الناس دي بعيده شويه، يعني بعيدة شوية. سعد ورامي الاثنين. يعني رامي ربيعه ده مدافع كويس جدا بس بعد شويه، فيمكن حظه. ايوه.
لكن انا بشايف ان ايمن اشرف ما ينفعش يبقى مساك او مدافع، هو بيلعب في خط الظهر، بيلعب باك ليفت، لان عنده مشكله في حته القصير الجامب. طبعا المدافع طالما قوي وسريع وبيلعب بدماغه كويس دي بتبقى ميزه للمدافع، خاصه ان انت بتلعب في النادي الاهلي. وشايف انه خط الهجوم بتاع الاهلي بالنسبه لك مطمئن لحد كبير، يعني مش حاسس انه لا لا، انا شايف صلاح محسن حتى الماتش اللي فات نزل كان كويس جدا. أيوة. محتاج بس، انا نفسي والله مروان محسن يسجل الفتره الجايه. نفسك مروان يسجل؟ ايه قصه مروان من وجهه نظر كابتن احمد حسن؟ هو مش موفق، مش موافق بالظبط، لكن هو والله مهاجم كويس جدا، وانا لعبت معاه كتير يعني، انا ما اعرفوش شخصيا يعني، مش اصدقاء لكن احنا عارفين بعض، اكيد اللعيبه بتبقى عارفه بعض. فانا كان هو في بتروجيتي كان بيعجبني اداؤه بصراحه، ويمكن كل الناس عارفه ان هو كان في بتروجيت افضل من النادي الاهلي، لكن هو مش موفق في النادي الاهلي خالص، من يوم ما جه في النادي الاهلي مش موفق. حلها ايه من وجهه نظرك؟ لما اللعيب عموما يعني مش بس كابتن مروان ملهاش حل، ملهاش حل، انا شايف ان هي ملهاش حل. انا بتمنى ان هو يسجل ويهدف ويكسب النادي الاهلي، لكن لما لعيب يقابله عدم توفيق او باد لك او خاصة اصلا هقول لك على حاجة ويمكن انت توافقني فيها، هو خد فرص كتير وكم سنة كام سنة انا مش بلعب. هقول لك رتب لي مهاجمي الاهلي من وجهة نظرك يعني اهم ثلاثة من وجهة نظر احمد حسن دروجبا، بس انا عارف ان السؤال ممكن يبقى فيه حساسية شوية، لكن خليني اسالك مين اقرب حد فيهم لستايل لعب كابتن احمد حسن؟ مين لما بتتفرج عليه بتحس انك انت يعني طريقة لعبه شبه طريقة لعبك او ستايله بيعجبك تحب تتابعه؟ يعني في لعيبه كوره بتحب تتفرج عليها بصرف النظر بتجيب اجوان او ما بتجيبش؟ طبعا اكيد هو مش موضوع تابع شبهي وكده، لكن انا صلاح محسن لعيب كويس وهيبقى اضافه في الفتره الجايه، بس يشتغل على نفسه كويس، يركز ان هو يكسب الفرقه، يركز ان هو يروح على المرمى لان هو سريع وكورته كويسه جدا، فلازم يستغل دي. المهاجم السريع بيبقى عمله نادره يعني، مع احترامي محمد صلاح اللي فرق معاه واللي خلاه وصل للمرحله ديت السرعه بتاعته. صح ولا انا غلطان؟ مظبوط طبعا طبعا، جزء كبير من موهبه صلاح في سرعته. نفس يعني الكلام يعني صلاح محسن مع الخبره ومع طبعا النضج اللي وصل له وخلاه في حته ثانيه، بس يعني هو موهبه صلاح الاساسيه كانت هي في بتفرق سرعته. كمان في يعني لما تبقى مهاجم سريع دي بتفرق في الستارت بتاعك للكوره، فصلاح محسن عنده الحته دي، لكن هو لازم يستغلها لان دي برضه موهبه. مستر موسيماني انسجم بشكل كامل، وانت بالتاكيد طبعا مدرب وليك وجهه نظر الى حد ما يعني متعمقه شويه غير اي حد تاني، فكره الناحيه الفنيه لمستر موسيماني قدم اوراق اعتماده بالتاكيد الراجل من حيث النتائج، ده شيء ما فيش حد ممكن يختلف عليه، لكن شايف ان كوره موسيماني او كوره الاهلي اللي بيقدمها الفريق النهارده هي دي فلسفه او استراتيجيه او طريقه واسلوب لعب موسيماني في العموم، ولا لسه على الراجل شويه؟ بص انا شايف ان هو برضو لسه ما قداش مليون يعني 100% باللي احنا عارفينه. موسيماني بتاع جنوب افريقيا اللي كل افريقيا عارفاه، لكن هو واضح ان هو بيحب اللعيبه بتحبه كويس جدا، في 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 علاقه كويسه بينه وبين اللعيبه يعني. لو اخدت بالك من الهدف بتاع قفشه اللي هو الاخير جري، يعني صعب مدرب ما بشوفش مدرب يجري للاعب كده ويبين له فرحته بالهدف، فهو انا شايف ان هو في الحته دي متواضع جدا وكويس قوي، ودي بتبقى ميزه ان انت تبقى علاقتك بينك وبين اللعيبه فيها حب. انا بتهيألي كمان انه الراجل مع النجاحات اللي اتحققت، يعني هو جه في توقيت صعب جدا وحقق يمكن المطلوب منه، هقول كمان صح وزياده شويه، ده يمكن كمان اداله مساحه ثقه اكتر عند اللعيبه بتاعته. المكسب بيديلك ثقه، شوف انت اخدت بطوله، وخلي بالك البطوله ديت غايبه عن النادي الاهلي من 2008، يمكن اخر بطوله
كنت انا فيها 2008 للنادي الاهلي اللي هي كانت تامن بطوله في دوري ابطال افريقيا. لا احنا خدنا 2012 اعتقد كابتن حسام البدري اللي كملها محمد يوسف، وخدنا كونفدراليه 2013. لا انا بتكلم انا بتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا خدنا 2012. من 2008 ل 2012 غايبه من 2012. يعني من 2008 لحد النهارده، فانت بتتكلم شوف في كام سنه ما خدتهاش غير مره، زائد ان انت كمان النادي الاهلي بتنافس دايما على بطوله افريقيا. نقدر نحافظ على الثلاثيه؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كلمه لعيبه الاهلي قبل ماتش بيراميدز بكره تقول لهم ايه؟ انا بص لو انا مكانهم بصراحه يعني عايز اعرفهم ان احنا النادي الاهلي دي رقم واحد. رقم اتنين احنا ما كسبناش بيراميدز لحد دلوقتي من ساعه ما سمي باسم بيراميدز. المسمى الجديد. فده دي كفايه ان انا لا ما ينفعش يعني كفايه لحد كده. ان شاء الله باذن الله رجالتنا لاسباب كتيره جدا قلنا في بدايه الحلقه اهمها تحافظ على صداره البطوله قبل ما تروح تبتدي مشوار كاس عالم، تاخد الثلاث نقط، تبعد شويه بيراميدز المفترض يكون واحد من منافسين الاهلي الرئيسيين السنه دي على بطوله الدوري وان كانت الارقام ما بتعكسش ده، تروح قطر وانت بتشارك في بطوله كاس عالم مرتاح وهادي، الباقي المكاسب كتيره جدا من ماتش بكره، والاهم زي ما قلت لحضراتكم الجمهور مستني انه اللعيبه تقدم مباراه بروح الفانيله الحمراء، ده يمكن يكون المعيار الاول والاخير بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وكل التوفيق لنجومنا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا في السادسه. انا بشكرك طبعا يا كابتن احمد، وانا بس كنت عايز اتكلم في حاجه بسيطه لو في. طبعا مركز طبعاً. شباب انا اللي بشكرك انك فكرتني، مركز شباب سمستف بني سويف. مظبوط يعني انا ده كانت بدايتي. ده كان بدايتك. انا اساسا من نفس البلد، وكان كانت المركز شباب دلوقتي هو حاليا بيلعب. ممتاز به. بتمنى لهم طبعا التوفيق في الفتره الجايه، في مجلس اداره كمان مركز كلهم شباب في مجلس الاداره، فيهم لعيبه كويسه جدا، هم بس مشكلتهم في الدعم المادي. انا عايزهم يشدوا حيلهم في الدوري الممتاز به، وبعد كده اي حد عنده عروض اي حاجه اكيد مجلس الاداره مش هيقف قصاده. بتمنى لهم التوفيق طبعا في الفتره الجايه. انا بشكرك جدا على يعني النقطه دي، وقلامه الحقيقه دي نقطه محل تقدير واحترام، دايما الناس لما بتروح لبعيد بتنسى البدايات كانت ازاي، لكن الحقيقه لا هي صعب. دي حاجه تحسب لكابتن احمد حسن، ونتمنى الرساله تكون وسط. بشكرك مره ثانيه، شرفتنا ونورتنا في السادسه. شكرا لحضراتكم، وهنقابلكم ان شاء الله يوم الاربعاء بقى بعد مباراه الاهلي وبيراميدز، ونتكلم على التحضيرات والاستعدادات لكاس العالم للانديه. تحياتي لحضراتكم.